قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه ورد في الآيتين دعاء عظيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. في الأولى جاء الدعاء على لسان سليمان عليه السلام، مر بجيشه على وادي النمل فأمرت نملة قبيلتها بالدخول إلى المساكن خشية الموت تحت أقدام الجنود، فلما سمعها سليمان دعا ربه بتلك الكلمات. وفي الثانية ورد الدعاء ضمن الحديث عن البار بوالديه وعن علي رضي الله عنه. نزلت الآية في أبي بكر، أسلم أبواه ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أن أسلم أبواه غيره، فأوصاه الله بهما. لغة أوزعني من أوزع، أوزعه الله الشكر أي ألهمه إياه. وفي الآية أوزعني أي ألهمني وحرضني على أن أشكر نعمك علي وعلى والدي، وقيل وفقني إلى أن أشكرك على نعمك التي تعد ولا تحصى. يقول الفقهاء الشكر يكون لمن أسبغ عليك نعمة أو أسدى إليك معروفة فتشكره على ذلك، والشكر في اللغة العرفان، ولا يكون إلا عن نعمة وإحسان. والشكر الثناء على المحسن بذكر إحسانه، فاشكروا الله على نعمه عليكم وعلى والديكم واسألوه الهداية إلى العمل الصالح الذي يرضاه.